اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المفضلون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب ومغفرة كل شيء. نسألك اللهم أن تتقبل منا ما جئت وأن تعطينا ما جئت وأن تجعلنا في سورة الفاتحة في حق سورة ياسين واجعل في اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأزواجنا ولأهلنا ولأبنائنا ولأجدادنا ولجداتنا ولقراباتنا ولأستاذنا ولمشايخنا وخصوصا إلى روح المرحوم بفائز بن أمد ولمن له حق علينا ولمن قدر معنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والله لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية.